وفي العهد السي جدو المحترم حتى هو اللي كان فيه السي رشيد هو اللي درنا الدعم ديال الفيول الصناعي ديال الفيول الصناعي المخصص للكهرباء واللي ما كانش في صندوق المقاصه، بمعنى ان هذه الاضافات هي اللي زادت قهره هذا الصندوق، وبالتالي كانت فيها اشارات ما دام تقولوا هادشي تيمشي للكبار والغلاظ، هادشي كانت فيه اشارات على ان واحد المجموعه ديال الشركات خاصها تاخذ هذا الدعم. اذا خصنا نكونوا واضحين في هذه الاشكالات اللي طرح السي رشيد، واحد المجموعه ديال الامور حنا دايرينها وغنديروها، الاصلاح ديال السلسله ديال الاسعار، هادشي ديال روتردام سبوت ديالو راه حنا خدامين فيه، الاصلاح ديال السلسله ديال الاسعار ديال المواد البتروليه والسلسله الغازيه والسلسله السكريه والسلسله ديال القمح والدقيق فيما يتعلق بهادشي ديال النخاله وجوج دراهم، هادشي راه حنا غاديين فيه وموجود، خاص فيه غير القرار السياسي. لقيتوها السيناجي، هادشي لقيتوها السيناجي، وعلاش ما طبقتوش؟ لا لا علاش ما طبقتوش؟ ملي ما قلت كلمه قلت غنبدا اولا بالمساله ديال 4.5% و6.1% ديال نسبه العجز المسجله في الميزانيه السابقه، هذا اختيار سياسي. أن الحكومة السابقة رفضت الزيادة في الأسعار حفاظا على قدرة الشرائية للمواطن. اللهم ينفجر صندوق المقاصة، اللهم تنفجر الميزانية ولا ينفجر المواطن. الاحتقال الاجتماعي، الاحتقال الاجتماعي يفجر البلاد. الاحتقال الاجتماعي ما كاينش احتقال اجتماعي يا سيدي. شوف انت اللي قال لك الاحتقال الاجتماعي، المهم انا ما كاينش الجانب الاجتماعي والمواطن. عاود ما خصناش من تنقولوا المنحه، شكون اللي زاد في المنحه؟ هذه ماشي اجتماعيه. نعم المنحه ديال الطلبه زادت فيها الحكومه الحاليه، الضريبه على السمع البصري هذه فيها 400 مليون درهم. شحال كتجي للمواطن؟ الطلبه غاتجيهم غاتجي 200 درهم بالنسبه للطالب في المنحه، في التروزيام سيك غاتجي 300 درهم زياده. الضريبه على السمع البصري 430 درهم منذ السبعينات، منذ السبعينات الضريبه على السمع البصري غادي يربح المواطن، عندنا 3.5 مليون ديال المواطنين غادي يربح في المتوسط 20 درهم في الفاتوره ديالو ديال الكهرباء. قرار الزياده ديال المنح ديال الطلبه دارتها الحكومه هذه؟ هي ولكن كيفاش دارتها؟ غاجات نزلت من السماء وخدات القرار وخرجت الفلوس ولا لقاتهم جاهزين؟ شكون اللي جا؟ كانوا جاهزين من الحكومه السابقه. كنقول لكم كاين هناك سطون على الفكر. جاهزين دابا يمكن تقول كل شيء كان جاهز. لا لا كل شيء تكون جاهز. انتم اللي كتقولوا الاستمراريه، انتم كتقولوا الاستمراريه. كان جاهز علاش ما دارش؟ مني كان كيدار فوقته كل حاجه كدار فوقته. السي الوزير كيعرف بانه ما عندوش الحق يسرد مشروع قانون البرلمان مباشرة، اللي عنده الحق يسرده هو رئيس الحكومة. كيعرف هادي في المساطر، ملي كان في المعارضة ما كانش كيعرف كيفاش كتمشى الأمور، دابا كيعرفها كيفاش كتمشى. هو ما عندوش الحق هو ما عندوش الحق اليوم. المعارضة تعرفوا أكثر من اللي في الحكومة. ما عندوش الحق اليوم، كيعرفوا المعارضة أكثر اللي في الحكومة. عنده ما عندوش الحق يسرد مباشرة القانون لهذا. القانون المالية في الدورة الاستثنائية وصل للبرلمان وخرج ما دخلش، اتفق معه، لكن نزل في الأجال الدستورية دياله لما فتحت الدورة العادية 20 نزل وخرج. لا ما خرجش، بقى انتم اللي خرجتوه. مازال ما جيناش الله يهديك. لا خرجتوه ملي جيت. مازال ما جيناش. الا سمحت الا سمحت. لا لا لانه كاين بزاف ديال الامور كتقال. ما انا كاين الاشكال، هناك اشكال اللي مطروح اليوم ديال الزياده في الاسعار، وكنخلقوا نقاشات هامشيه باش بور دي تورني باش نغيروا المسار ديال النقاش، وحنا باش نركزوا على هذا النقاش. شنو هو الاشكال اللي عندنا؟ اشكال ديال المقاربه ديال التدبير ديال الاصلاح. نحن مع الاصلاح وبدينا فيه، ما قدرناش نديروه لاسباب متعدده، منها الحراك الاجتماعي، لانه كنا امام خيارين، اما غادي تجي تفرض هذا الشيء الزيادات وينفجر الشارع، واما تحافظ على الاستقرار ديال الشارع وينفجر الصندوق وينفجر الصندوق المواطن وما نتفجرش التضخم. هذا اختيار سياسي وتحملنا فيه المسؤوليه. النقطه الثالثه كذلك واللي ما يمكنش نخليها تدوز، اللي هي اساسيه، وهو انه اليوم كاش واحد يقول بان هذه السياسه القطاعيه ما عطات والو. الاستاذه قالتها كاين نتائج جد ايجابيه. نعطيكم مثال واحد، رونو.
رونو اليوم شركة فرنسية ديال صناعة السيارات اللي ما كانتش قبل انطلقت في فبراير الماضي. هاد اليوم وصلنا تصدير اللي غيوصل لهاد السنة غيدخلنا 4 مليار ديال الدرهم. من هنا ل 2015 غيوصلوا 400 ألف سيارة، غتمكننا من تصدير 40 مليار ديال الدرهم. غدخلنا 40 مليار ديال الدرهم شنو هو؟ هي بالضبط أكثر من ما يحقق القطاع النسيج كله في بلادنا اللي ما تيفوتش 30 مليار ديال الدرهم. صوبة الحكومة هذه هذه الدولة البلاد الدولة البلاد وهذا شيء أساسي. لا شوف لا تنظن السيد لا باش نكونوا واضحين باش نكونوا واضحين حنا اليوم ما يمكنش الواحد يجي يقول السنة واش نقولوا اليوم بان شكون يدارها واش نقولوا هذه الحكومة حنا ما ندخلوش في هذا الإطار. خصنا نرفعوا شوية مستوى النقاش لأن حنا يمكننا نقولوا بأن هذه البلاد ديال البلاد ديال المعارضة وديال الأغلبية ماشي بلاد ديال الحكومة بوحدها. هاد الوطنية اللي تبدات كتوزع من طرف الحكومة، هناك من هو وطني ومن هناك من غير وطني، كل شيء وطني اللي أساسي وهذا هو الهدف العمل ديالنا هو نشتغلوا جميع بهذا الرقم. خليوا الناس يخدموا، لأنه خليوا الناس يخدموا ما كتخليهمش يخدموا لما كتجي تقول حقائق. رجعوا للديكتاتورية والحزب الوحيد ويدير اللي بغاو صافي، ونلغيو هاد المعارضة ونلغيو الدستور الجديد ونلغيو هاد كل ما التحول اللي عرفته البلاد. باش نخليو الناس يخدموا، شكون اللي منع الناس باش يخدموا؟ ما عرفتش، ولكن خطابات اللي الطريقه ديال هذا اللي كتخلق واحد النوع ديال الشمئزاز وديال يعني تبخيس العمل السياسي مع الاسف. انا الاخت السيده الاستاذه المحترمه تكلمت على مجموعه ديال الامور مهمه جدا، لكن من خلال ما قالت انا بالنسبه لي اللي كيهمني ما غندخلش معها في النظريات الاقتصاديه وفي المنهجيه الى غير ذلك لانه متفق. كيبقى شنو هو كندير انا كسياسي؟ اش من اختيار غادي ندير؟ واش من رؤيه؟ واش من وضوح اللي غادي نعطي؟ وفين اش من طريق غادي نمشي؟ هذا هو الخلاف بيني وبين الاستاذه الجامعيه، ان هي عندها واحد المسافه، ان هي من حقها باش تنظر وكتعطي النظريات الاقتصاديه بشكل مجرد. انا لا، انا عندي كناخذ قرارات، خصني ناخذ قرارات لانه رجل سياسي، هذا هو الدور ديالي.